السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الأعزاء، كما وعدتكم عودنا ولينا في الجزء الثاني. الجزء الأول كان يتحدث على سرعة التفاعل المتوسطة، فهمنا بعض الأمور، قدرنا نفرق ما بين سرعة متوسطة وسرعة لحظية. قلنا السرعة المتوسطة هي خلال مجال زمني، أما السرعة اللحظية هي خلال فترة زمنية، أو بما يقال لما يكون المجال دلتا تي صغير جدا يؤول إلى الصفر. تحدثنا الأهم على تعريف سرعة التفاعل، حيث مش قلنا أنها هي مقدار تغير في التقدم X للتفاعل خلال الزمن، هي مقدار تغير تقدم X للتفاعل خلال الزمن. بمعنى لما هضرنا على سرعة متوسطة كما رمزنا لها V موين تساوي دلتا التغير X خلال التغير في الزمن أو خلال المجال الزمني. وقلنا الوحدة تاعها الأساسية دلتا إكس وحدتها المول، ودلتا تي وحدتها السكوند، وهكذا تخرج لنا مول بار سكوند. دوكا هنا لازم نروحو إلى سرعة تفاعل لحظية. سرعة تفاعل لحظية معناها المجال الزمني صغير جدا لدرجة أنه يؤول إلى الصفر. بمعنى يؤول إلى الصفر في الرياضيات معناها نروحو لدراسة نهاية دالة، وحنا الدالة تاعنا أو المتغير تاعنا اللي هو الإكس خلال الزمن رايحين ندرسو النهاية تاعو تاع دلتا إكس بالنسبة لدلتا تي لما تؤول إلى الصفر. وحنا باش منشرحين نديرو دراسة رياضية 100%، احنا رانا رايحين نستعملو جانب واحد آخر من الرياضيات اللي هو الإشتقاق. لما تؤول نهاية الدالة إلى الصفر، لما تؤول نهاية الدالة متغير فيها يؤول إلى الصفر، معناها رايحين نشتقوا هذيك الدالة عن تلك النقطة عن تلك اللحظة، وتولي لنا دي إكس على دي تي. دي معناها ديريفي، إذا الاشتقاق رايحين نشتقوا العبارات تاعنا، ومنه تخرج لي السرعة اللحظية. عبارة السرعة اللحظية اللي هي تساوي dx sur dt، رمزها إذا كانت سرعة متوسطة v موين، الأخرى عندها عدة تمييزات. من الأحسن السرعة تكون v صغيرة، نقدر نرمزولها v، نقدر نرمزولها v دو t، نقدر نعطي لها الترميز v t، نقدر نعطي لها الترميز v t. هذو كل التراميز الممكن ورؤيتها ولا إيجادها في التمارين أو من طرف المقدمة من طرف بعض من الأساتذة. المفضلة لدي هي V تساوي DX sur DT. DX sur DT رايحين نتعلموها استنتاجها من البيان، استنتاج بيانيا. استنتاج بيانيا معناها رايحين يكون عندنا بيان معين، يا اما ترسموه يا اما نرسموهم لكم. هذا البيان نستنتجوه من العباره، قلنا v تساوي dx sur dt، وقلت لكم اخر مره باش نعرف البيان ناخذ هذه المقدارين. واش معناها هذه المقدارين؟ معناها x بدلاله الزمن t، وهكذا راح يكون عندنا استنتاج مباشر. كيفاش راح يكون عندنا هذا البيان؟ هضرنا اخر مره قلنا هذا البيان راح يكون في حاله تزايد من الصفر الى ان يثبت. قلنا هنا يكون عندنا الزمن تي، قدر يكون مينوت، قدر يكون سكوند، قدر يكون اور. هنا راح يكون عندنا التقدم اكس وحدته المول، هذه الوحده الاساسيه قادرين تلقاو ميلي مول، راح يزيد الى ان يثبت. هذه راح تكون اكس فينال، هذه راح تكون الصفر البدايه، وهنا رايحين يكونوا عندنا التدريجات تاع الزمن والتدريجات تاع الاكس الى ان نصل الى النهايه. دوكا طريقه الحساب تاع دي اكس، الى شفينا على الدلتا اكس قلنا هو ميل، الى كم شافين ميل الوتر القاطع، هذا كامل ميل الوتر القاطع. دي اكس على دي تي اذا هو عباره عن ميل، لكن ليس لوتر قاطع هنا للحظه معينه، معناها تلاقي المستقيم اللي راح نرسمه مع نقطه معينه من المنحنى راح تخرج لنا هي
المماس مع هذه النقطة. مثلا إذا قلنا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5، ومثلا نقول لكم حساب سرعة التفاعل عند اللحظة مثلا 3 ولا 2 مينوت. إيش معنى 2 مينوت؟ معناها هنا فضلت أنها تكون تمشي لي بالمينوت. وش تروحوا تديروا؟ تروحوا ترسموا لي المماس عند هذه النقطة مع هذا المنحنى. طريقة رسم المماس هي طريقة جد دقيقة وتقنيتها دقيقة. صحيح ما نشرح حين تحصل على القيمة المثالية، ولكن عندنا طريقة تقدر تقربك من القيمة المثالية اللي يحسبها أستاذ الموجود في البكالوريا أو أستاذك اللي راهو معاك في القسم. طريقة الرسم، قالوا لي عند النقطة تي 2 مينوت، تي تساوي 2 مينوت، لحظة معناها سرعة لحظية، نروح نسقطها على البيان باش ما نغلطش. كاين اللي نقول له 2 يروح يدير لي 4 5، خطأ منه. هذيك النقطة وين تقاطع مع البيان نحاول نرسم لها المماس تاعها. طريقة رسم المماس تلاميذي الأعزاء أنكم تحكموا المسطرة تاعكم، ما تغطوش المنحنى، خلوه يبان المنحنى كما راكم تشوفوا، خلوا المنحنى تاعكم يبان. نروح عند هذيك النقطة ونشوف بالتقريب الزاوية اللي راهي هنا والزاوية اللي راهي هنا يكونوا بالتقريب متساويين. أنا نرسم ونوريلكم. نعاود، نشوف، نعاود بالتقريب الزاويتين يكونوا متقايسين عند هذه النقطة. جيد، بالتقريب الزاويتين اللي يكونوا هنا وهنا يكونوا متقايسين. انا المسطره جاتني كبيره بزاف ثقيله، نتوما راكم رايحين تلقاو هنا الزاويه اللي هنا والزاويه اللي هنا متقايسين باش تطيحوا في مماس مقارب الى المماس المرسوم في التصحيح النموذجي مثلا للفروض والاختبارات او التصحيح النموذجي النهائي للبكالوريا. عندنا المماس تاعنا، المماس عند هذيك النقطه كيفاش رايحين نحسبوه؟ المماس واش راني نشوفو؟ عبارة عن دالة تألفية، صح أو لا؟ هل هو عبارة عن دالة خطية؟ لا. علاش؟ لا تمر من المبدأ. لا تمر من المبدأ، إذا هو عبارة عن دالة تألفية، تقيس المنحنى في نقطة واحدة، وتقطع المنحنى أمام محور التراتيب عند نقطة معينة. إذا عند الحساب واش نكتب؟ هو هذه لازم تكتبوها، هو ميل المماس. هنا يختلف على السرعة المتوسطة، السرعة الحظية المماس عند اللحظة، وتعالوا تكتبوا اللحظة اللي عطاوها لكم اللي هي تي تساوي 2 مينوت، عند اللحظة 2 مينوت. ومن بعد نحسب، قبل ما نحسب لازم علينا نكتبوا القانون في تساوي دي اكس سور دي تي. هذا القانون بيانيا، إذا حبينا نروحوا ونقولوا رياضيا باش نحسبوا الميل لازمنا دلتا اكس على دلتا تي، نحاول نخرجوها من المنحنى. هذا لا يعني انها سرعة متوسطة، ولكننا رايحين نحسبوا رياضيا طريقة حساب الميل. دوكا رايحين نعطيكم طريقة معينة، كل واحد كيفاش حيخير. حنا باش نحسبوا ميل دالة تألفية لازم نخيروا مثلث معين باش نقدر نحسب الدالة التألفية. كاين اللي يحب يخير المثلث هنا، أنا من الأحسن نخير المثلث هنا باش نبسط الأمور تاعي. هذا هو المثلث المختار، هذا وهذا. المثلث لازم يلمس لي نقطة من المماس والنقطة الثانية من المماس، ما ديروليش نقطتين من المنحنى أو نقطة من المماس ونقطة من المنحنى. النقطتين بزاف تنتمي الى المماس. علاش؟ باسكو المماس هو اللي راهو عباره عن دالة تألفية. كيفاش رايحين نخدمو؟ رانا عينا المثلث تاعنا، هذه لازم نفصلو فيها اكثر. دلتا اكس معناها اكس 2 ناقص اكس 1 على تي 2 ناقص تي 1. تي 1 تخي بيان.
شكون هو تي 2، شكون هو تي 1، شكون هو اكس 2، شكون هو اكس 1، شكون هو دلتا اكس اصلا. اذا بدينا نشوفوا المثلث نهبط، هذا هو تي 2. علاش هو تي 2؟ باسكو هو الاكبر هنايا في المثلث تاعي. خيرت المثلث حتى لهنا، معناها التي الاول اللي خيرته راح يساوي للصفر. ومن بعد اذا كان عندي هنا تي 1، هذه واش راح تكون؟ تي 1 اكس اكس 1. اذا كان هذه تي 2، هذه واش راح تكون؟ اكس 2. تري بيان، اكس 2 معناها اكس 2 ناقص اكس 1 على تي 2 ناقص تي 1. دونك 5 ناقص 3، 5 ناقص 3 على 2 ناقص 1 0 ناقص 0، تخرج لنا 2 قسمة 2 اللي هي 1. 1 الوحدة دلتا اكس ولا دي اكس، ما هي وحدتها؟ المول. المول. التي باش راح تكون؟ بالمينوت. بالمينوت. اذا الوحدة المختارة اللي هي مول، مول على المينوت. على المينوت. جيد جدا. هذه طريقة الحسابية البسيطة. مي لو كان نحبوا نشوفوا الدلتا اكس وين راه، والدلتا اي والدلتا تي وين راه، نروح للضلعين القائمين تاع المثلث تاعي اللي اخترته. الضلع اللي يكون موازي الى محور التراتيب راه يوازي اكس، اذا هذا دلتا اكس. اكس جيد. المحور اللي راه يوازي محور الفواصل، ولا الضلع الذي يوازي محور الفواصل اللي هو الزمن، هو راح يكون دلتا تي. دلتا اكس دلتا تي. جيد. هكذا نكونوا تعرفنا كيفاش نحسبوا سرعة التفاعل اللحظية. هضرنا اخر مرة قلنا لكل سرعة معينة، اما سرعة التفاعل بيان سور رانا نهضر على لحظية، سرعة التفاعل او سرعة التشكل او سرعة الاختفاء تتميز انها تدور في حجم معين اللي هو حجم الوسط التفاعلي. حجم الوسط التفاعلي لاننا في وسط مائي، والماء يتميز بحجم معين. اذا كان عندنا سرعة التفاعل اللحظية فحتما انه يوجد السرعة الحجمية للتفاعل. وعلاش؟ باسكو التفاعل تاعنا راه يمشي في حجم معين. سرعة التفاعل الحجمية، الى هضمت سرعة التفاعل اللحظية الحجمية الاسهل. واش رايكم؟ عندنا تفاعل عنده سرعة معينة، سرعة التفاعل تاعو راهي تدور بالنسبة الى حجم معين. كيفاش نقدر نعرف السرعة الحجمية تاعو؟ التعريف قلنا هي مقدار تغير في التقدم اكس للتفاعل خلال الزمن، هذه سرعة تفاعل فقط. كي نزيدو لها كلمة حجمية واش لازم نزيدو للتعريف؟ واش رايكم؟ هي مقدار تغير في التقدم اكس للتفاعل خلال الزمن، لازم تكون عندها علاقة بالحجم. ما رايكم؟ ما رايكم؟ اعطوني اقتراحات، اعطوني اقتراحات للتفاعل خلال الزمن. شوفوا خلال الزمن جابت لي القسمة، خلال الزمن الحجم. الحجم هاو الحجم، نكتبوا الحجم. سرعة التفاعل هي مقدار تغير اكس خلال الزمن، هذا تعريف تاع سرعة التفاعل فقط. كيفاش نزيد الحجم؟ سرعة حجمية اسكر مع الحين نقل بالنسبة الى الحجم. الحجم او يقولوا بوحدة الحجم. الحجم جيد. دونك هي مقدار تغير اكس خلال الزمن بالنسبة الى الحجم. كيفاش رانا الحين نرمزو لها؟ في تساوي هذا الفي، اسكو سرعة حجمية ولا سرعة تفاعل؟ وش رمزنالو؟ تفاعل، سرعة تفاعل. اذا سرعة حجمية راح نزيد لها الفي تاع الحجم، ولا نكتب لها في فول. وش راح تخرج لي؟ سرعة التفاعل شحال؟ دي اكس على دي تي. على دي تي بالنسبة الى الحجم علي من نقسمها؟ على حجم الوسط التفاعلي اللي هو الحجم النهائي، حجم الكلي توتال. نتمنى ان شاء الله تكونوا
فهمتوا معايا؟ مش درنا سرعه التفاعل اللحظيه، عندنا سرعه التفاعل، عندنا السرعه الحجميه للتفاعل. اكيد باش نحسب دوك السرعه الحجميه اللي لقيتها هنا، لو كان عطيت لكم الحجم تاع الوسط التفاعلي تقسموها عليه، وان شاء الله تشوفوني مع الجزء الثالث اللي هضر على سرعه التشكل وسرعه الاختفاء باذن الله. اترككم في رعايه الله.